لا لا إله إلا الله. مع قدوم عيد الأضحى المبارك في تركيا، تجد الابتسامة تعلو وجوه المواطنين مع حرصهم على تبادل التهنئة بالوافد الجديد الذي يجمعهم على الوحدة والسلام. الأجواء ما شاء الله جدا ممتازة، وطبعا حضرنا صلاة العيد مع الأتراك ما شاء الله، وكانت أعداد كبيرة ما شاء الله، وقريبة جدا يعني للعادات السعودية والدول العربية بشكل عام. جم إسلام عالم بايرام مبارك أوسون. أود أن أقول لكل الأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير. أول ما فعلناه هو صلاة العيد، ثم نذهب إلى التضحية. إسطنبول تلك المدينة التي تقع على شطري قارتين هما آسيا وأوروبا وتمتزج بالثقافتين، اكتست حلة عيد الأضحى، وفي أماكن مخصصة بمركز المدينة وفي أروقة من ضواحيها نحر المسلمون أضاحيهم على نية القبول. والمراقب في تركيا يرى أن العادة جرت على نحر العجل أكثر من الغنم، وأن الذبيحة يمكن أن يتشارك بها 7 أشخاص كل حسب استطاعته، لكن اللافت حقا أن نسبة كبيرة من الأتراك يحرصون على عدم فوات نصيبهم من التضحية. عادات المسلمين كلها متشابهة، فديننا واحد. عيد الأضحى هو أيام سعادة، نأتي إلى الحدائق والمتنزهات والملاهي، يمكنك أن ترى الجميع هنا مسرورين. زيارة بين الأقارب والأصدقاء تزيد العيد ألفة ومحبة، وتزيد من روابط المجتمع، أمر تراه بين عوائل الأتراك، كما ترى المدن الصاخبة قد خلت من نصف أهلها المنفضين إلى قراهم ومدنهم حيث ذويهم، ومع ذلك تبقى مدن كاسطنبول تعج بالحياة، فالمطاعم والمقاهي وأماكن التنزه ممتلئة، وتكتمل الصورة أكثر بضحكات الصبية الذين يقرعون منازل جيرانهم لا أقاربهم فقط بثيابهم الجديدة، وعلى شكل جماعات يطالبون بعيديتهم، عيدية ينفقونها ضمن مدن الملاهي والألعاب، حيث يسرقون هناك لحظات من الفرح. أيام فرح وسعادة تعم تركيا كسائر بلاد المسلمين الذين يتقاطعون بعاداتهم وتقاليدهم ويتمنون لبعضهم الصحة والسلامة، ونحن نتمنى لكم ذلك بدورنا أيضا. لقناة الغد، علي تباب، إسطنبول.